للاسف الشديد يعني اليوم احنا بالاعلام الثوري عندنا عده تحديات عم نواجهها. واحد منها انه انت عم تشتغل بمنطقه بيئه غير امنه غير مستقره نتيجه القصف من قبل قوات النظام وروسيا، بالاضافه الى المفهوم العام اللي تولد من خلال سياسه ومنهج تبع النظام طيله السنوات الماضيه، نشر فكر انه سبب بعض الاحداث اللي عم تصير او اماكن القصف او اي امور هي عم تكون عند بسبب الاعلامي اثناء تغطيته، بالاضافه الى انه تم في اخذ حيز اخر من هذا الامر اللي هو اليوم للاسف شديد صار في دمج ما بين العمل الاعلامي والعمل الاعلاني. اليوم العالمي لحريه الصحافه، طبعا نحن بنطالب بخروج جميع المعتقلين والمعتقلات في السجون سواء كان في النظام او في المناطق المحرره، الحريه للاعلاميين والصحفيين. نحن كاعلام ثوري نحن في اتجاه الازدهار اكثر، عم نشاهد في ندوات عم بيصير فيها نقاشات ان شاء الله هي كلمه للتحسين، تحسين الوضع في الداخل المحرر في الداخل السوري المحرر. نحن احتياجاتنا كصحفيين نحن بدنا مين يطلق يدنا أكثر لمساحة كافية للحرية. بالنسبة لليوم العالمي لحرية الصحافة صراحة وقت كان عندنا هون بالندوة كان في رسالتين، الرسالة الأولى للجهات أو للجهات المسيطرة أو سلطات الأمر الواقع ألا وهي إنه ألا هي تسيير أمور الصحفيين، تحسين جودة العمل الصحفي، تحسين أمور الصحفيين ووصول الصحفيين للمعلومة. وبنفس الوقت كان في رسائل وتوصيات للإخوة الإعلاميين على وهي التزامهم بالمهنية وبالحيادية وبميثاق الشرف الإعلامي، بالإضافة لإخلاقيات مهنة الصحافة. في بعض القيود، في بعض الانتهاكات إلى آخره، ولكن الإعلام الثوري أحسن زمان إعلام النظام يعني اللي كان موجود، بس في التحديات وفي انتهاكات مثل ما حكينا. بالنسبة للتحديات يعني أغلبها هي التحديات الأمنية اللي عم تكون هي أكثر شيء اللي عم تواجه الصحفي الموجود في المناطق المحررة.